بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج من أحكام القرآن الكريم. قد وصلنا في آخر الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق، قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في هذه الآيات الكريمات يبين الله جملة من فضائح اليهود الذين ظهرت منهم من عهد موسى ثم في عهد عيسى عليه السلام ثم في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دأبهم مع النبيين، ولا سيما النبيين الثلاثة الذين هم من أكرم الرسل، أو هم أكرم الرسل، وهم محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. سماهم الله أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، فهم أهل علم، بخلاف الأميين الذين ليس لهم كتاب. ماذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يسألك أهل الكتاب الموجودون في عهده من اليهود والنصارى أن تنزل عليهم كتابا من السماء. لا يقنعهم القرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا من باب أنهم لم يتبين لهم الحق، أو أنهم في شك من هذا القرآن أنه من عند الله، ولكن هذا من باب التعنت والتمرد على هذا النبي الكريم، كما تمردوا على غيره من الأنبياء السابقين. سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا كتبه الله بيده،
ويقول بعضهم حتى يقول الله من الله إلى فلان بن فلان أني قد أرسلت إليك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به، هكذا تعنتهم. كما قال المشركون الأميون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ذكر الله في سورة الإسراء أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما طلب اليهود والنصارى من أنبيائهم، ولهذا قال سبحانه فقد سألوا موسى ابن عمران أكبر من ذلك، أكبر من طلب إنزال كتاب من السماء، فقالوا أرنا الله جهرة، طالبوا موسى بأن يريهم الله معاينة، لأنهم لا يؤمنون بالغيب ولا يصدقون موسى عليه الصلاة والسلام حتى يروا الله معاينة ويقول لهم هذا رسولي إليكم موسى. هذا من باب التعنت، قالوا هذا حينما ذهب موسى عليه السلام لموعد الله الذي وعده، كما قال جل وعلا ووعدنا موسى 40 ليلة على رأسها، فإن الله جل وعلا يكلمه ويعطيه التوراة، فذهب موسى على الموعد واختار من أطيب قومه 70 رجلا لميقات الله عز وجل، ذهبوا معه، فلما حضروا في هذا المشهد العظيم فإنهم طلبوا من موسى أن يريهم الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي من غير حجاب. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وهذا في الموعد الذي وعد الله فيه موسى عليه السلام واختار هؤلاء 70 معه، وهم خيار بني إسرائيل، ومع هذا قالوا هذه المقالة التعنتية التي فيها من سوء الأدب مع الله ومع رسوله ما لا يخفى. عند ذلك أرسل الله عليهم الصاعقة، غضب الله عليهم وأرسل عليهم الصاعقة فأخذتهم وماتوا عن آخرهم. ثم إن موسى تضرع إلى الله عز وجل في إحيائهم له ورجوعهم إلى قومهم لئلا يتهموا موسى بأنه قتلهم، قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فأحياهم الله عز وجل، وهذا من آيات الله أن الله أماتهم ثم أحياهم، فكان في ذلك دليلا على قدرة الله وعلى البعث بعد الموت. أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة،
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ألا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.